السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين أهلكم؟ وأهل شوك عن الشيخ. أبو صلاة. بنتكم شبيه أختي العزيزة الأستاذ شبيه بنتنا. المغرب الشال مالها واقع ورا البيت. نعم. فراح تجيب الشال بس الدنيا ظلمة. نعم. قالت بابا مو شنو نفخ بأذني. نعم. احنا ثاني يوم صارت عيد رحنا وين مدينه العاب بارك الله فيك. صارت مشكله هي واخوها. اخوها ضربها. نعم. فقاموا تخربط يعني سب تغلط وشتم. قبل كان طبيعي. طبيعي. شيخ كل شيء. راح اشيل السكينه اكتب بالسكينه. لا حول ولا قوه. سوى حركات شيخيتي. ايش سوى؟ حركات إيه؟ ما اعرف بصراحه. يعني فده فده. ايش سوى حركات ما اعرف تطلع لسانها تعيب تتفيل. اشخاص معينين تكرههم بالعائله ما تريد تشوفهم. كلش حلو. انت امها؟ اني امها. تعالي مع امك. لا تخافي. خلينا نتكلم باللغه العربيه. عسى باذن الله تعالى عسى يطيب. اخواني اخواتي من الخوف الشديد او غضب الشديد انسان يصاب بالمس الجني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. هسه نعالجه بين هسه نفحص نرقي على القران. القران اهم شيء. اذا تقرا على المريض يبين هذا بها الجني لو ما بها الجني. هسه بنتنا ايدي سويت شيء لعمك. هسه نرقي على القران خوشيستان ايمن يزي بنا صار 2015 تسمى ماما سيد كان بوي اخل كبزاني كجنتشي او كساني كدل الناس دل شيء ثاني ابوي بوي رم بيته كجن خلق اكو جن جنته دل شيء ثاني استاب اذن قوي بوي كاتي زياده نقدي باذن الله استلا شيء درك بنتي سويدي سوي شيء هسه ان شاء الله نعالجه ويطيب باذن الله تعالى. اكو شنايش ايش اسمك؟ هدى. هدى شيء بداخلك يتحرك كل زين كاغمد اويكا ايدي سوي شيء. هدى احكي لعمك شيء بداخلك يتحرك شنو الرجل مرأة شنو بدا احكي بصراحه لا تكذب عليه. رجل. رجل. الله اكبر. ضل بيا وقنا ولا شما ابد لا تمشي ما سيت. ايدي سوي شيء باذن الله يا ايها الجن تحرك باي مكان. اخر الشوف سيت الجن لاي على راسه هسه نطلعها. شوف هسه يخاف جن. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان. اسمع. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبا ولدا. خوش استاذ سيد كنا مجنون كلش استاذ شادري. شوف جني بداخلي يتحرك يقول جني الرجل بداخلي موجود يريد يزم سكينه تقول من رزق ديبيان كوجي يريد يقتل اخوانه بالسكينه. سبحان الله. شوف هسه يطيب باذن الله. تعال انت الجني له مراه احكي شو اسمك؟ شو اسمك؟ احكي اخرجي عادي والله. شو اسمك؟ انت الرجل؟ شو اسمك؟ عربي لو كردي؟ احكي كردي. كردي؟ يقول انا جني كردي. لا حول هي عرب جني بداخل. والله نسوي احتفال بين الكراد والعرب. يا اخوان احنا شوف سبحان الله انتم تعيشون منطقه الكردستان؟ سبحان الله. شوف يضربني يضربني احتيالي يضربني. سبحان الله. يقول احنا مهاجرين اخوان عرب بالكردستان هسه خطيهم مهاجرين. يقول الجن يقول انا رجل بداخلها كرديه. شو اسمك؟ احكي ناوتشيا. شو اسمك؟ شوف هسه نطلع. سبحان الله اخوان اول مره زي قران يا رب منطقه ما طبعا انت ما كرد عربي الجن ليش سبحان الله. خوش استاذ سيد كان ان شاء الله استاذ بشار كنت ابن افضل شاكا بيتو. تعال احكي انت رجل ولا مراه؟ احكي خوش استاذ بوي زياده كان نقني استاذ بشار كنت عندي تام بزان انت قران ولا سنه خليت عيبنا وها احتياجي. اذا تضربني هم احتياجي اذا يضربني هم طبيعي لا تخافوا. وننزل من القران ما وشفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. اخرجي عاد انت رجل ومراه شو اسمك؟ خوش استاذ سيد كان اوجدنا لشتي استاذ لشتي دردك ان شاء الله شاكه بيتو باذن اخوي الجولة. اخرجي عدو والله اخرجي عدو والله اخرجي عدو والله. يلا قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله. شوف هذا جيني حبيبي ما اقول قل لا اله الا الله. اخرجي عدو والله اخرجي عدو والله. اذا تضربني هم ماكو مشكله. اخرجي عدو والله اخرجي عدو والله اخرجي عدو والله اخرجي عدو والله. لا تبكي ماما ما تبكي بس لما تجي طيب. اخرجي عدو والله اخرجي عدو والله اخرجي عدو وما خلق يعبدون وما خلق الجن والانس الا ان يعبدون.
خوش ايش تعمل شايف وقت عندي تان استاج عافية حتى إن شاء الله حتى إن شاء الله في بيت الله وحسنش كل الزيب طيب أنا أجل وأقول أنا شو رفع سيجي طيب إن شاء الله حتى تطلع بيجل إن شاء الله وهذا شوف هذا هم بيهم جن شوف كان من أول شخص شوف هسه يطيبون ان شاء الله خوش يستعيل اللي بيها الجن شي يسوي خوش يستعيل لنا هلو مجموعة جن لا شي بهاي ليدي ها بس حركة شبين باقي كيلو كاكبت خوش يستاهل شوف هذا الجني بداخل مرقيت على هذا المرأة المحترمة هسه شوف كلهم يطيبون شوف وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا قلنا سيد كا أود زمد الشيء أنا سهل بشان شاكا ابن وهم إن شاء الله بس أود على الربا بس بني إسمة السيد إسمة السيد أين خوش يستاهل يستاهل خوش يستاهل سيد كا بس قسمك إن شاء الله بس قسمك إن شاء الله بس ده تعرف شو كاكم يجان أقل لك بي خوش يستاهل يستاهل بتاهل خوتان دبين إن شاء الله قيناك قيناك بقصير خوش بس بيدك بس ده تعرف شو إن شاء الله بس قسمك قرآن أبوين وطعم بتوا كسانا من لساهم خين أو زنا الأشياء وانا يا أو كسانا كفران أبو جهام زنا وهذا كا سيد كان استا وانا هم شاك ابنه إن شاء الله لا هرجع يشوف رودري كاكا رودري وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أو لا يسوق شكم هذا بي علي أو قلبا غنا كسر استا قرآن بتسايف وتعب من استا هم شاك ابنه إن شاء الله قرآن وتعب زان زندة تيت الأشياء ثاني أي بلد زناش الأشياء ثاني علمي لو شتين يا هذا الدكتور بيت الشيخ بيت ملابي خوش يستاهل مزيادة كات يعني بتسايف وتعب دي يكرت شيء ديالي أو دوش هذا كرد خوشكم ما فرم أو جنا قربانا أو جنا استا دبي هم مسندين إن شاء الله تعالى خوش يستاهل تعب فيز دقة دقة قيت بزان خايف ولا تعشان دي مخوان لقى ما عنده خين بوي أخل كانك دلين جناس الأشياء ثاني أو بوان بوي رم بتوع ما دمان رم كنوف زين مخوان سرشتي تابوا يا رب كاكم يجان إن شاء الله تعالى بس تأخوش كارم بإذن إخوات شاك دبنوا إن شاء الله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد فرشا يستان هيتش نيا هيتش قلبانة في السيد استاذ ابي بشايف وطان هل سيكون شاك ابنه ان شاء الله نبا برنكا القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا اللهم صل على سيدنا محمد اختي شو اسمك يقول اسمي هدى هذا الزلمه الذي موجود باسمي طلع له باقي يقول راحت الله اكبر دنيا وين ولا شم بنما هدى هسه دي طبيعيه ليش تضحكي ليش تضحكي فرحان الحمد لله يقول انا فرحان ابو تبارك الله فيك هسه دي فرحان حبيب الغالي اه ثلاث ايام تنشيلات قلت لها بنت راحت بعد من عندي شيخ ما شاء الله على الله وعليك هسه على الله وعليك هسه هسه يعني نشكر الله ونحمده بارك شيخ وين هاي يعني هاي معجزه يعني كبيره معجزه كبيره معجزه علينا هسه انا فرحانه شو ما فرحان شيخ الله يخليك شيخ ان شاء الله يحفظك اي والله الله يحفظك بالدنيا وبالاخره ان شاء الله بارك الله فيكم بارك الله فيكم البركه والبخور على راسي والله احترامي لهالديانه خوش هسه ما اخذت شي ديارينا جنك لا شي بو دلت زنك كردي وهاتينا كردستان دلت زنك لتجد ولا شيء زنك كردة سبحان الله تقوم تقد زنا استوى في تشاك و يعني عز عفوا حتى يا ماني لا أكل ولا شرب ولا أنا سبحان الله راحت بلين ثلاث يعني سبحان الله يعني جينا سبحان الله بس طبعا تك ما تك إن شاء الله فريت عليها خير من الله الله يوفقك الله يسر عليك هسه شو تشوف بنتك خير من الله خير من الله خليك تجيب راحتك السلام عليكم هسه نفحصك اذا جني بداخلها يتحرك خوش يسال هسه السيده خوين او افتى دل انه هات ما كردستان جنك لا شنبو جنك بيامو جنك انا يقول جنك كل لك شو هذه تبزانه تقوم تترك كل زين شو هذه جنك كل تعال ذاك ثاني بكو هاري ذاك بس تو فحص ذاك المور اقل لا شي ما بي وحركتك هسه نرقي عليه بنتنا اذا جني بداخلها مره ثانيه يتحرك واذا ما باقي طبيعي يجي يسوي شيء اختي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أختي هدى آخر كلام شو تقول للناس؟ أنت يقولون جن ما يدخل جسم الإنسان جن شام داخلك؟ جن شام داخلي
ما مسيطرة على نفسي، يعني تصرفات مو طبيعية أسويها. تريد تقتل نفسي؟ أي قتل نفسي حتى أرجع مثل قبل. بس حتى لا تريد تقتلنا يعني بالليل قبل شيء واجب عليك. داري داري تسكت ناس كده ماكو. بس ثلاثة أيام ماكو قاعد انتظر خاطر قبل عليك تقتلنا بالليل. عسى أنتم فرحانين؟ فرحانين. الله يوفقك شيخ. فرحانين الله يوفقك شيخ. بارك الله فيك. خوش ريستان. أنا مش هنقول زي القرآن. عشان إن شاء الله ذخر للمؤمنين. يا الله. أبو شراسكم إحترام لأهل الديانة. بس أنا مش ما بيطلع سيف كمان. وهذا لما رقينا على قرآن هذا الأخواتي وقوا على الأرض أو خشكة كنسة أو خشكة مقيد أو خشكاش برد بنواء سبوا أولاد زلنا الأشياء أبو استعلينا قرآني بخيني مالي زلنا شبي برد بنواء شكوا زل خويرا لاقلي برد القرآني ليلة أولا أولا ليلة بنا احتمال واستيزني هابي بس يعني ما في ما أولا بس نقول لسوا أزعونا بيهن خلي بس نسوي هذا انتوا بس أصلا نرمشيكم دقيقة واحد استعلا سلم عندك خيني بقول ما خيزان تا تاغري تانكم فلا فريكة دست هالي كم غيرك وثان وثان كشكان أمو بالي بدك كم دست هالي كم خوش هالستان استعجل زين الأشياء ما بدي برد إذا بيهم جني هسا يقاون الأرض مرة ثانية. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا ربي مبارك تامي كل بعد الخوش نائب أخوي خوش هالستي خوش هالستان من داري تونا نائب أخوي بيبل بنابي بنابي كابن الله من الخوش أنا قربان بيجي قربان ذي الخوش هالستان ما تشي ليك رصيد الخوش مو خوش هالستان أوش أنا من داري وينا ذاك الصعب ناوتيا راون راون جاني استا ذاك الصعب ذي الخوش ما شك ما بدي أدي كا أوتشي توا أو البقيرة دي جوجي بخون أدي أول شيء جديد السلام عليكم ناوتيا ها ناي سانا 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 جان دل خوش ها داك تشاك بوا از لمار دايات يبخي دكا خوش هي سما تشي جديد تشي كان دنيا خوشا خوش هي سما شامو خوشيا الحمد لله على السلامة خوش هي خوش هيستان او همو فاضي اخوان انا زياده قسناكم درتان خوشا استا قربان كلكم طابو خوش هيستان او بلا خوش كان داشم سيد كان بساي خوت عنديتان خوش هيستان دكتور لوي الناس هذه او طب النبي بيغمر اخوي باسي كلوا انا حسك ان زياده قصر كيف بس كات مني بخوت هذا زان يعني وقت خوش خانه كان يا زوري ازدحامه كما دا قالوا خوش خانه هي طب النبي لا تجي يا دا خوش كم هزار خوش هيستان او ساي خوت عندي خوش خانه تشا بلو بين بارك تامي حتى معجزش كي قران بيروز اخويا قرات عند سبين والسلام عليكم ورحمه الله كاك بدك عفيف خوش براسي خوش خانه كش تصير كي طب النبي ايش قول تسمع لي شو بري تسمع لي